أصدقائنا البارحة أصدقائنا طلبوا أن نصور بعض المطاعم في أرمينيا. اليوم دخلنا المطعم الهندي في يريفان، أكلات هندية، ريحة البهارات والكركم والفلفل ما شاء الله كلش قوي. أنا من هسه قمت أحس بحرقة في معدتي قبل ما أكل. راح أصور فد لقطات بداخل المطعم لأصدقائنا. هذا جو المطعم، كل شيء يوحي إلى أنه هندي من اللوحات والأغاني. خان مرجان هنا، المطبخ على اليمين، هنا عندنا البار. للعلم طبعا المطعم يتكون من جزئين، جزء او قاعة خاصة للمدخنين وقاعة اخرى لغير المدخنين. هذه اللوحات المعروضة، الديكور والجو هندي. هذه القاعة الخاصة بعدم المدخنين غير مدخنين. مطعم صغير ولطيف. هذا البار الصغير داخل المطعم. هلا سوري. لا لا.